خلال اليومين الثلاثة اللي فاتوا بعد مباراة النادي الأهلي وبيراميدز وهزيمة النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء، شفت حملات من ناس لا تشجع النادي الأهلي. هي الناس دي عايزة إيه؟ عايزة توصل لحضرتك كجمهور وللاعبين وللجهاز الفني فكرة. الفكرة هي إيه؟ إن إحنا فرقة بقينا بنتغلب عادي. أنا بقول لكم بمنتهى الصراحة، هم عايزين يوصلوا للناس كده. عايزين يوصلوا لجمهور الأهلي وللاعيبة النادي الأهلي الفكرة دي. لأن لقيت الحملة دي انتشرت فجأة. إن لعيبة النادي الأهلي مش عارف إيه، كبروا وعملوا ومش قادرين وكذا. الحقيقة عكس كده تماما. عكس كده تماما، واللي اتفرج على مباراة النهاردة القمة ما بين الزمالك وبيراميدز النهاردة، هي قمة أول وتاني. اللي اتفرج على المباراة دي يعرف قد إيه النادي الأهلي كبير. وخدوا بالكم الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن في ناس عايزة تخلي النادي الأهلي ولاعيبته وجمهوره يرموا الفوطة بدري. يرمي الفوطة بقى يقول لك أنا هقعد أشجع في الفريق لا. ما يعرفوش إن جمهور الأهلي ولاعيبة الأهلي وجهازه الفني كلهم مع بعض في على يد رجل واحد زي ما بيقولوا. تفرقش معانا الحملات دي وما بيفرقش معانا الكلام ده. من حق الناس تفرح على فكره، بيراميدز كسب الاهلي فرحوا ونزلوا فيديوهات، حقهم ان هم يفرحوا طبعا. طبيعي جدا ان انت تفرح على فكره. ولكن من يضحك اخيرا يضحك كثيرا. اللي بيضحك في الاخر هو اللي بيضحك اكتر. وانا اتمنى ان هو يكون النادي الاهلي. وانا شايف ان الفترة اللي جاية فترة صعبة جدا على اللاعبين، ولا تحتاج الا مساندة جمهور النادي الاهلي. كل مرة بقول لكم الكلام ده، وكل مرة بقعد اقول لحضراتكم الكلام ده، والناس تقول لي يا اسلام انت بتكرر. بكرر الكلام لانه مهم جدا يوصل للاعبين ويوصل للجمهور، ان للاعبين ان هم ما يرموش الفوطة، لان هي الحملة عايزة كده. الحملة اللي انتشرت الثلاث اربع ايام اللي فاتوا عايزة كده، عايزاك ترمي الفوطة وتكبر دماغك. وعايزه جمهور النادي الاهلي يبعد عن فريقه. يبعد عن فريقه، لان هم عارفين قد ايه ان حضراتكم انتوا السند الرئيسي للاعيبه النادي الاهلي. فالحاجتين دول الحقيقه انا خلال الكام يوم اللي انا ما طلعتش فيهم مع حضراتكم شفتهم، وشفتهم بقوه كبيره جدا. وطلعت طبعا بتعرف من خلال الفيسبوك والكلام ده، بتعرف من المصادر رايحه فين او الكلام ده جاي منين. فلما بتوصل للمصدر بتعرف على طول ان دي حملة موجهة. ولكن الحملة دي لن تنطلي على جمهور النادي الاهلي. محدش يعني هيضحك، محدش في جمهور النادي الاهلي هيضحك عليه بالكلمتين دول. لكن من حق جمهور البيراميدز والمسؤولين في البيراميدز ان هم يفرحوا ان هم كسبوا النادي الاهلي، من حقهم جدا وطبيعي جدا ان هم يفرحوا. بالمناسبة يعني ليه حضراتكم، انا مش عايز حد يبقى زعلان. اللي عايز يفرح يفرح، واللي عايز يتكلم يتكلم، واللي عايز يقول يقول، واللي عايز يعمل اي حاجه يعملها. ليه انا بقول الكلام ده؟ لان اولا من حق اي حد كسبان ان هو يتبسط ويفرح، لانه اولا كسب الكبير فلازم يفرح. ثانيا ان لسه 8 مباريات. من سيحدد من هو بطلا للدوري؟ النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي، مش اي فريق اخر. النادي الاهلي لو كسب مبارياته القادمه هيبقى هو بطل الدوري العام المصري. فالكلام ده انا كنت لازم اقوله لحضراتكم، لانه كلام استفزني خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا. استفزني ان ناس كتيره جدا زعلانه ان لا، اللي عايز يحتفل يحتفل. من حق الناس تحتفل، ومن حق ان هي تتبسط، لان انت كسبت الكبير. انت ما عندناش مشكله. ولكن انا دايما المقوله اللي بقولها حتى لاولادي بقول لهم كده، اللي يضحك في الاخر هو اللي يضحك اكتر. اللي يضحك في الاخر هو اللي يضحك اكتر. اتمنى ان النادي الاهلي هو اللي يضحك في الاخر. ومعرفش، عندي كده ربنا يسهل ويكرم والامور الفتره اللي جايه تبقى افضل من الفتره اللي فاتت. ولعيبه النادي الاهلي انا متاكد الحقيقه ان هم هيركزوا بشكل كبير جدا جدا لاشياء كثيره جدا، ولكن اولها هو ارضاء جمهور النادي الأهلي.